فيما تحتدم المعركة الانتخابية في لبنان قبل 11 يوماً على موعد الاستحقاق النيابي، سيكون على المنتشرين اللبنانيين في الخارج الذين تسجلوا وبلغ عددهم حوالي 225,114 ناخباً توجه إلى صناديق الاقتراع يومي الجمعة والأحد، بدءاً بمعظم البلاد العربية وصولاً إلى أوروبا وأمريكا وأفريقيا. في 6 أيار سيكون اقتراع اللبنانيين المقيمين في الدول التي تعتمد نهار الجمعة يوم عطلة نهاية الأسبوع، أي السعودية، قطر، الكويت، سوريا، سلطنة عمان، مصر، البحرين، الأردن، العراق وإيران. أما في 8 أيار فسيكون موعد اقتراع اللبنانيين في الدول التي تعتمد نهار الأحد يوم عطلة نهاية الأسبوع وتبلغ 48 دولة، من أبرزها الإمارات، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، أستراليا، ألمانيا، بريطانيا، نيجيريا، إيطاليا، الغابون، جنوب أفريقيا، روسيا وغيرها من الدول. فكيف هي الأجواء قبل ساعات على انطلاق هذه العملية الديمقراطية عند اللبنانيين الذين يعيشون أزمة لبنان عن بعد؟ هيدا الحماس شايفينه من خلال أولاً من خلال التسجيل اللي صار قبل 20 تشرين الثاني، يلي زادت نسبة المسجلين بطريقة كتير ملموسة وكبير ومبينة إنه في كتير حماس عند المنتشرين. وشيء تاني بفتكر الوضع بالبلد هو بيحمس إنه الناس اللي كانت قبل أولاً بالمرحلة السابقة كانت مانا مقتنعة إنه هاي الانتخابات رح تصير، لأنه إذا ما بتعرفوا إنه الانتخابات 2018 كانت لآخر دقيقة عم بيقولوا إنه ممكن ما تزبط الانتخابات لأن كانت أول مرة بتصير. هالمرة يمكن شافوا إنه لا، صارت الانتخابات، هيدا زادوا الحماس. والشيء الثالث هو الوضع بالبلد، ونحن بنطلب منهم إنه يروحوا بكثافة على أقلام الاقتراع، لأنه نحن بحاجة لآرائهم وبحاجة لأنه هن يكونوا عم بيشاركوا. التيار الوطني الحر حريص أنه نرجع نرجع الدائرة 16، اللي هي لحتى مش بس يكون المنتشر عنده دور بس بالتصويت، ولكن نحن بده يكون عنده دور أساسي بالعمل السياسي بالبلد. قبل أيام كانت انتخابات المنتشرين اللبنانيين خارج لبنان نجمت الساحة في لبنان بعد محاولات جهة حزبية لرمي أخطائها بتسجيل المقترعين في الخارج على غيرها، وحاولت هذه الجهة طرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين عبدالله أبو حبيب، وحملت تياراً سياسياً محدداً عن سابق تصور وتصميم مسؤوليات تخبيص فريقة خصوصاً في أستراليا وأمريكا. فهل تأثرت العملية الانتخابية خارج الحدود اللبنانية؟ الإشاعات المغرضة تعودنا عليها، والإشاعات المفبركة هيدي مش أول مرة بنسمعها من حزب القوات اللبنانية ومن الأحزاب اللي هي ما عندها مصلحة إنه التيار الوطني الحر يكون هو موجود بالعمل السياسي بلبنان. وبتعرف إنه عطول بحطوا لنا إشاعات لحتى يجربوا يحمسوا الناس تتصوت ضد التيار الوطني الحر. هيدا شيء مش جديد، مثل ما قلت حضرتك، نحن كتيار الوطني الحر نحن عم ننفذ القوانين والتعميم اللي عم تطلع من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية، ونحن ما ولا مرة بأي مرحلة كان عنا تعاطي ونتدخل بالموضوع التوزيع الأصوات أو المنتخب أو الشخص اللي بده يصوت وين بده يروح يصوت. هيدا الشيء بيتطبق على كل المناطق وكل البلدان مثل بعضها. يعني ممكن نحن ببعض البلدان وإجينا بعض الشكاوى من بعض مناصرينا ومؤيدينا انه طلع القلم اللي بيصوتوا فيه بعيد على المنطقه، ولكن ما عملنا اي حركه. الهدف الاساسي بفتكر كان تعطيل الانتخابات النيابيه، ونحن مصرين على انه يكون هيدا الاستحقاق هو استحقاق ديمقراطي، وعلى اللبنانيين ان يتوجهوا بكثافه الى اقلام الاقتراع ليطلبوا اصواتهم لحتى يدافعوا عن ارائهم. أنا بعتبر صار المواطنين بيعرفوا يميزوا بين الإشاعة وبين الحقيقة، ولا وما راح تأثر عليهم، بالعكس يمكن زادت حماس. العين على المنتشرين في 6 و8 أيار ليس لأجل أموالهم ودعمهم كما جرت العادة في السنوات السابقة، بل من أجل إبداء آرائهم بحرية وديمقراطية من خلال قانون عمل عليه وزير الخارجية والمغتربين السابق جبران باسيل، فأصبح للمنتشرين اللبنانيين حق التصويت.